مرحبا احبائي، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير كتير، ان شاء الله تكونوا بخير. انتوا عم بتشوفوني اليوم احبائي، رح نعمل وصفة رائعة، وصفة كتير حلوة مميزة، ان شاء الله يا رب تنال اعجابكم. بس اول شي اذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة، انزلوا هلا لتحت لاسفل الفيديو، كبسوا اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم مني كل جديد. واذا حبيتوا المحتوى وحبيتوا هيدا الفيديو، ما تنسوا اللايك الكتير كبير، واكيد اعملوا له شير ليستفيد الكل، لأنها وصفة جدا رائعة ما بتخطر على بال حدا. خلينا نباشر اليوم بهيدي الوصفة اللي كتير حلوة، وصدقوني كتير مهمة. عندي هون معكرونة اليوم بدنا نعملهم بالخلاط بطريقة جدا مميزة، بطريقة كتير حلوة. أكيد ما رح نعملهم بالخلاط هني وهيك، لازم نسلقهم. هيدي أول شي، أنا رح أروح أسلقهم ورح نرجع نباشر بطريقة التطبيق. مثل ما شايفين أنا سلقت المعكرونة، أخدوا معي وقت بالمرة، رح نزلهم بقلب الخلاط بكل بساطة. بسم الله، يعني أكلة كتير طيبة، طبعا بتتقدم باردة، هلأ بتشوفوا كيف مميزة جدا. هنقضي بكفي، حط العجنة. دايما بنصح انه وقت بدكم تشتروا خلاطات جيبوا الخلاط الفوقاني مثل ما شايفين يكون ازاز لانه سخن. رح نضيف فوقه الحليب. بسم الله، عندي هون نص لتر من الحليب. بالإضافة للحليب رح نزل السكر. بسم الله، هاي وحدة، هاي اثنين، وهاي ثلاثة. هون أنا حطيتهم وجهزتهم، وهلأ بدي أخلطهم كلهم ببعض لحتى كل المعكرونة الموجودة كلها تنهرس. وهيك بنكون هرسناها كتير. وهلا رح ننزلهم بالطنجرة. بسم الله، هيدا الشكل. رح ضيف النشا، هاي اتنين. طبعا مثل ما شايفين عندي المعالق، يعني جبل عملتهم 3 معالق كبار. رح اخلطهم. هذا الشكل كتير منيح. رح انتقل فيهم مباشرة على النار. انتقلنا فيهم على النار احبابي، حنبلش نحرك فيهم كتير منيح. هيدا الشكل. انا محضرة على جنب احبائي علبة قشطة، هيها محضريتها. اي نوعية قشطة فيكم طبعا تحطوها، بتصير طعمتهم اطيب بكتير، بيعطيهم طبعا قيمة غذائية كتير كبيرة. بس اول هيك ما نحسهم بلشوا يسخنوا بننزل علبة القشطة. رح ننزل هلا علبة القشطة. بسم الله،
هون القشطة اللي نزلتها على نكهة العسل، بلش يشتدوا عندي مثل ما شايفين. ما حياخدوا وقت ابدا ابدا لحتى يجمدوا مثل ما شايفين، بسرعة بسرعة بجمدوا، لانه اصلا المعكرونة فيها نوع من الطحين او الدقيق الابيض. حطينا النشا، فكما ما شايفين صار عندي هيدا المزيج، هيك بكون عندي المزيج صار جاهز. بسم الله طالع غير شكل. يعني قريبين للرز بحليب. كمان هون يعني طلعوا عندي 5 كاسات مثل ما شايفين. بالملعقة راح اعمل لهم وجههم هيك، هيدا الشكل. طالعين غير شكل صراحة، هيدا كمان هيدا الشكل. رح احط عليهم هلا جوز الهند، هيدا الشكل كمان هون. طبعا جوز الهند بيعطيهم طعم كتير طيبة. كمان هيدا الشكل. طيب هيدا الشكل كمان هون. شفتوا شو حلوين؟ كتير كتير حلوين، وفكرة غريبة، إن شاء الله يا رب تحبوها. وعندي هون كمان عين الجمل أو الجوز، نحن بنقولهم الجوز، كمان هنحط هيك هيك على الجوانب كمان هون. تطلع هيك، تطلع شكلها كتير حلو. هيدا الشكل. بهذه الطريقة، شو رأيك؟ فكرة حلوة، فكرة جديدة، المعكرونة بالخلاط صدقوني صدقوني أطيب من الرز بحليب. قد إيه طيب الرز بحليب، هيدي على أطيب بكتير. رح دوقها، هيك بسم الله كيف طالعة، جامدة وغير شكل.
عن جد كتير طيبة، بنصحكم تقوموا هلأ تعملوها لأنها كتير طيبة ومميزة وغريبة. وهلأ أحبائي بدي ودعكم، ما تنسوني من اللايك الكتير كبير للفيديو والاشتراك، راح اشتاق لكم كتير كتير للفيديو القادم. إلى اللقاء، باي باي.